ليست بسمكة كبيرة أو تمساح، بل خنزير بري في مشروع تم استخراجه من ماء العباس في مشروع ماء العباس تم استخراجه من قبل الموظفين في المشروع أثناء التجوال الليلي، حيث قاموا بقتله خنقا في الماء، علما أن المشروع يغذي أغلب مناطق مركز مدينة البصرة. دعونا نتابع هذا الخنزير البري. جيب الكاس، جيبه هذا علاوي. عندنا المصور جرافيك. هذا المقطع أثار الكثير من السخرية والاستهجان لدى العراقيين بشكل عام والبصريين بشكل خاص، وتساءلوا هل حكومة البصرة المحلية ومديرية ماء البصرة قادرة على وقف مثل هكذا حالات تتسبب بتلوث مياه الإسالة للمواطنين؟ طبعا الإجابة لدى الحكومة.